اللي عارف بيك، اللي عارف بيك وعارف بحالك وعارف بالهموم اللي جواك وانت قاعد دلوقتي. قال تعالى: تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك. تعلم ما في نفسي، مش موجوده دي خالص. محدش عالم بيك ولا حد حاسس بيك. انت قاعد دلوقتي في المسجد محدش حاسس بيك. يجب ان توقن بهذا، ولا اللي معاك في البيت ولا اصحابك ولا يعني. الواحد يضحك كده لما نبقى مثلا ماشيين مع بعضه، فواحد يتكلم عن مشكلة عندي، يقوم التاني ردد بمشكلة ليه هو، يقوم التالت ردد بمشكلة. هو البشر ضعفاء غلابة. حدش عالم بيك غير ربنا سبحانه وتعالى، اللي عالم بيك. عشان كده تحس في كلام ربنا انه عالم بيك. يعني حتى في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، مش اهدنا الى، اهدنا الصراط. يا رب اللي قال الكلمة دي هو عالم بضعفك انت. في خط اي خطوة لو اتسبت لوحدك ممكن تضيع، وممكن تهدنا الصراط يعني طول الطريق. دي كلمة الأعمى. الأعمى يقول اهدني الطريق، مش اهدني إلى الطريق. أنا لو قلت لي يمين في شمال ما أعرفش يعني يمين في شمال. أنت خليك معاه خطوة بخطوة. اهدنا الصراط، فحذف إلى هنا حذف إعجازي. اهدنا الصراط، خليك معايا طول الطريق خطوة بخطوة. فاللي قال الكلمة دي عليم بيك، عليم بضعفك، عليم إن أنت لو اتسبت خطوة واحدة لوحدك اللي هيجيبك من على حبل الغسيل، واللي هيجيبك من على أنبوبة البوتاجاز، هتودي نفسك في مصيبة. ما تعرفش تتساب في اختيار واحد من اختيارات حياتك، ما تعرفش تتساب في قرار واحد من قرارات حياتك، تودي نفسك في داية. اهدنا الصراط المستقيم. فكل كلمة في القرآن هي كلمة إله قريب، قريب عليم بهمومك وعليم بضعفك وعليم بمشاكلك وعليم بتشخيص مشكلتك فين وحلك فين بالظبط. والمشكلة بتاعتك حلها انت متشخص عند ربنا، انت صفحة بين عند ربنا، بس انت محتاج انك انت تروح له عشان يديك التشخيص بتاعك، عشان يديك الحل بتاعك. عليم بحالك، العليم بالحال سبحانه وتعالى، قريب، قريب من جوه نفسيتك سبحانه وتعالى.